هاي حمام من الستينات بالسبعينات فتحناها، كانت مع جدي وصار بها قصف وهذه تأذت الحمام، فقمنا طورناها تطور حديث، فصارت السعتة حمام نموذجي ومسبح نموذجي. فالحمد لله والشكر يعني شيء نموذجي عملناها، حتى شغلة نعيد التراث القديم، دلاق موجود، غرفة ماء ملح، مسبح، دوشات، ماي حار بارد، ساونا عندنا بداخل الحمام. والحمد لله والشكر يعني عملنا تطور يعني شيء بدايع. أرقى شيء عملناه والأيمن مهجور، فإذا ما أنا رتبها وأنت ترتبها ما حد يرتبها محافظتنا. هي بعد الأحداث قمنا يعني طورناها وعملناها شيء نموذجي. محافظ جيد جدا والحمد لله، عي عم تطورات، عي بلط الشوارع، بس لازم أهلهم تطور بناياتها وتطور يعني المحافظة هاي، لازم واحد منكوبة لازم واحد يطورها. والله هي شغلة الوقود منعونه عننا، هي هذه اللي خلانا برود عنا للشغلة، وهسه قمنا رجعناها شغلتنا. نحن بس لو كانوا يدعمونا بالنفط دعم ماكو عن يشتغلوا سوق سوداء، والله نطالب منه يدعمنا بالنفط حتى نبور ايش نشغل الساونا، نشغل يعني نطور للشغلة يعني نبدعها. يعني برمي عنا ناخذه ب 120 و 150 عنا ناخذه بهالمبلغ هذا، هاي لازم نسبح لنا 30 40 نفر على ما نطلع بس حق البرميل. والله ازيد الناس تجي كل خميس، ومرات أيام الأسبوع يجون قليل، بس خميس على الجمعة يصير عندنا زخم، لأن الحمام متوفر بكل شيء، حمام ودلاك ومساج وعلاج طبيعي تابع لكل الشغلات. بالشتي أكثر، بالصيف العالم تجينا أكثر شيء للسواق، سواق التريلات، سواق بغداد، الأخص نص يجون العسكريين، لأن خارج الموصل وداخل الموصل يجون الصيف والشتاء. والله حمام سخن طيب. ليش طيب حمام السخن؟ والله المي حاضر عليه شوفت عينك. اي والناس كلها تجي عليها، والله اني كل اسبوع اجي. كل اسبوع؟ اي كل اسبوع اجي اللي جاي. تدليك وكذا؟ اي كامل كامل تدليك، اي كامل. هنا ما يحتاج جماعه كلهم زينين.